سائل يقول عندي شقة، عندي أكثر من شقة، أنا أسكن في واحدة وأجر الباقي، يساعدني في المعيشة وأفكر في بيعها، هل تجب علي الزكاة في الشقق التي لا أسكنها؟ أنه مجموعة من الشقق سكن في واحدة وبيأجر الباقي وبيفكر في بيع الشقق دي، ما الذي يلزمه من الزكاة؟ أقول له يا رعاك الله، الزكاة في المستغلات تكون في ريعها. إيه معنى مستغلات؟ ما أعد للتأجير ولم يعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح. سيارة بتأجرها، بيت بتأجره، شقة بتأجرها. الزكاة في الريع في الدخل وليس في قيمة الأصل المؤجر. لو قال لك قدر قيمة الشقة وأخذ قيمتها زكاة، أو قدر قيمة السيارة، لا، الزكاة في المستغلات تكون في ريعها وليس في قيم أصولها. إذا بلغ الريع نصابا وحال عليه الحول، سواء أبلغ نصابا بنفسه أم بلغ ذلك بضميمته إلى ما عندك من أموال أخرى، ما أنت ذمة مالية واحدة، دخلك 10,000 من التأجير و15 من جهة أخرى و20 من جهة ثالثة، كل ده وعاء زكوي واحد، فتلم الكل في حزبة واحدة. إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول أخرجت زكاته، بارك الله فيك. ونية البيع ملاش علاقة في موضوع الزكاة لما تبيع، لكل حادث حديث. أنت الآن الواقع أن أنت عندك شقق، واحدة سكنها والباقي بتأجره، بطبيعة الحال الذي تسكنه لا زكاة فيه، كل شيء تستعمله ليس مالا زكويا، لا زكاة عليك لا في البيت الذي تسكنه ولا السيارة التي تركبها ولا الثوب الذي تلبسه ولا الفراش الذي تفترشه، كل ما يستخدم للاستعمال الشخصي ليس مالا زكويا. أما ما أعد للتأجير فهو مال زكوي، والزكاة في ريعه وليس في قيم أصله، بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم عالمين.